تساؤلات كثيرة تطرح في الشارع بشأن جنازة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، متى وأين سيدفن؟ حتى الآن لم يحدد موعد الجنازة بشكل رسمي، وحتى مع ظهور نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله لم يأتي بأي تفاصيل حول مراسم التشييع. ولكن في بيروت انتشرت شائعات حول إمكانية نقل جثمان حسن نصر الله إلى النجف في العراق لدفنه هناك، إلا أن مصادر مقربة من الحزب نفت هذا الخبر، مؤكدة أن الدفن سيكون في لبنان ولكن دون تحديد موعد رسمي حتى اللحظة. مراقبون لحزب الله يتوقعون تأخير التشييع حتى تتحسن الظروف الأمنية، وسط الحديث عن اجتياح بري للبنان من القوات الإسرائيلية ليتم تنظيم جنازة رسمية لنصر الله يحضرها مسؤولون وشخصيات بارزة وتتاح للجماهير المشاركة فيها. ولكن هل سيتم دفن جثمان حسن نصر الله في العراق؟ مستشار رئيس الوزراء العراقي عبد الأمير تعيبان صرح عبر منصة إكس بأن الجثمان سيدفن بجوار الإمام الحسين في كربلاء، إلا أن الحزب سرعان ما نفى ذلك، مؤكداً أن التشييع سيجري في لبنان دون تحديد موعد حتى الآن.